مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 دي سبورت. يعني النهاردة حلقة هيكون فيها يعني حصاد الموسم كده بالنسبة للنادي الأهلي، وهيكون فيها حاجات كتير جدا، لكن كعادة حلقتنا يلا بينا نبدأ بالعناوين. الأهلي يختتم موسمه الذهبي ويستعد لتحديد تحديات جديدة. علي معلول 7 سنوات من النجاح مع المارد الأحمر. قائد ليفربول ينضم للاتفاق السعودي رسميا. زياد السيسي تاريخ عالمي لمصر في لعبة السلاح. وأخيرا رئيس يونيون برلين، العالم العربي سيتفوق على أوروبا. وأكيد حلقتنا مليانة حاجات دسمة كتير، لكن يلا بينا بقى على طول نبدأ حلقتنا، وهنبدأ حلقتنا من ختام موسم الأهلي. الأهلي اختتم موسم من أفضل المواسم بالتعادل السلبي طبعا مع نادي المصري امبارح في مباراة يعني تحصيل حاصل ملهاش تأثير على ترتيب الدوري أو المنافسة أو قيمة، يعني الملعب بس هو كان مباراة رسمية في الدوري ولكنها ليست لها تأثير كبير. يعني أقيمت المباراة طبعا في ملعب برج العرب كعادة مباريات الأهلي والمصري. الأهلي في المباراة دي كان بيجرب مجموعة من اللعيبة الناشئين، وكمان اللعيبة اللي ما حلفهمش الحظ أو ما خدوش دقايق كتير خلال الموسم ده، وقدموا مستوى طيب جدا، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل السلبي. انتهى الدوري ولكن لم ينتهي الموسم بعد. الأهلي هيلعب الداخلية في دور الـ16، وأنا آسف إن أنا بقول كده، يعني في كأس مصر بتاع السنة اللي خلاص فاتت، ولكن اتحاد الكرة عمل تعديل في ميعاد المباراة وفي ملعب المباراة كمان، هتكون يوم الأحد القادم 30 يوليو على ملعب الكلية الحربية بدل من ملعب المقاولين العرب، وكمان غيروا ميعاد الماتش مع إن ده توقيت صعب في الصيف، الماتش بقى الساعة 7 بدل من 8:30. المفروض إن 7 دي بقت في النهار دلوقتي، دي قبل المغرب بساعة تقريبا، لكن إحنا هنلعب ماتش في عز الصيف في النهار الساعة 7. كده الأهلي خلص الدوري ودخل في كاس مصر، ولسه عنده تحديات اكبر في الفتره اللي جايه. نشوف مع بعض تقرير صغير كده عن تحديات الاهلي الفتره اللي جايه، ونرجع نتواصل مع حضراتكم عشان نكمل حلقه. اعتقد بعد التقرير ده لازم نتكلم عن الاجنده اللي داخل عليها الاهلي دي. الموسم اللي جاي موسم، خلي بالك احنا بنتحط في مواقف بسبب الموسم اللي فات لحد دلوقتي. كيف تفكر لجنه المسابقات في رابطه الانديه واتحاد الكره للخروج بالموسم الى بر الامان؟ شفنا وسمعنا كلام مستر كولر مع بعض، وهو بيقول ان لعيبه الكره مش مكان، دول بشر ولازم ياخدوا اجازه وراحه طويله، وهو بيحارب عشان ده طبعا. ولو تفتكروا الاهلي اعتذر عن عدم المشاركه في كاس الرابطه بقرار من مستر كولر، وهو كان قرار حكيم وسليم جدا، والنتيجه ان الاهلي هو بطل كل البطولات اللي شارك فيها. ورغم ده برضه في اجهاد وعدد مباريات كتير وفي وقت قليل جدا، يعني انت بتتكلم في مباريات متلاحمه وموسم ما خلصش لحد النهارده رغم ان الدوري خلص. طيب هل الرابطه واتحاد الكوره ولجنه المسابقات عندهم حلول للموسم الجديد؟ ده اللي انا نفسي اعرفه، ده اللي انا نفسي اعرف اجابته. انتوا بتتكلموا يا جماعه في موسم طويل قوي، والكاس الله اعلم هيبقى زي الكاس اللي فات هيكمل معانا في الموسم اللي جاي ولا لا. طب تعالوا مع بعض كده بقى ايه، نرحب بالاستاذ الكبير جمال الزهيري الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير معانا في 7 دي سبورت، وعايزين يعني اولا بنرحب بيك يا استاذ جمال. الو استاذ جمال. طيب نرجع نكمل كلامنا على ما استاذ جمال الزهري يكون معانا، هنجيبه تاني مع بعض. الفكره كلها ان الموسم ده احنا في موسم طويل اصلا من الاول، ولولا ان الكابتن محمود الخطيب قرر انه يريح في نهايه الموسم اللي فات لعيبه النادي الاهلي الاساسيين، وبعد ما يعني تاكد ان الموسم انتهى بالنسبه للنادي الاهلي بشكل رسمي يعني او بشكل غير رسمي، لعبنا عدد ماتشات كبيره جدا حوالي 9 أو 10 ماتشات بلاعيبه ناشئين ولاعيبه ما كانتش بتشارك طول الموسم. ده كان له تاثير كبير قوي، وشفنا ايمن اشرف الحلقه اللي فاتت معانا لما قال نصا اول قرار بالموسم اللي حصل الموسم دوت والموسم الذهبي للنادي الاهلي ده كان من اول الاجازه اللي اداها كابتن محمود الخطيب لعيبه الاهلي. ده لعيب كوره اللي بيتكلم، لعيب وكابتن فرقه، وفي نفس الوقت انت بتتكلم على موسم احنا كنا بنلعب كاس الموسم اللي فات لحد من 2 أو 3 أسابيع، حد الشهر اللي فات تقريبا يعني.
تعالوا نتناقش مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير. اهلا بحضرتك معانا في 7 داي سبورت. اهلا بيك. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك. عاوز ابدا مع حضرتك رايك في الموسم الذهبي للنادي الاهلي والفوز بكل البطولات، مش بس في كره القدم بس، وانما في حقيقه في مختلف اللعبات الجماعيه والفرديه. الاهلي بطل الموسم ده. ده حقيقي، لانه لو حسبناها حتى بالورقه والقلم هتلاقي كره القدم كل البطولات النادي الاهلي خدها. ثانيا البطولات الالعاب الاخرى، يعني عدد البطولات اللي ما خدهاش النادي الاهلي ممكن تتابعها، انما البطولات بوجه عام كده يعتبر النادي الاهلي هذا الموسم فعلا زي ما انت قلت هو موسم ذهبي، لانه حصل على كل البطولات اللي ممكن يحصل عليها. يعني اتفرجنا على مدار الموسم في كل اللعبات، وطبعا لان كره القدم هي الشعبيه الاولى يعني او الشعبيه الاكبر في كل اللعبات. هي الشعبيه الاكبر، ف يعني هبتدي بيها. هي 5 بطولات في 10 شهور مع مدرب المفروض لاول مره مستر كولر بيتولى تدريب الفريق. فيعني حتى اذا كان هناك بعض المشاكل الفنيه الا ان هو قدر يتغلب عليها وقدر يتعامل من خلال وجود بعض الملاحظات الفنيه اللي هو نفسه اعلن مع بدايه توليه المسؤوليه انه دي حاجات ممكن تعطله. مع ذلك ما استسلمش لهذا الامر وكمل، وقدر ان هو يتغلب على هذه المشاكل الفنيه سواء باعاده توظيف لاعبين في مراكز غير مراكزهم او تطوير اداء لاعبين كانوا بعدوا عن مستوياته. مع حضرتك كل الحق طبعا، شفنا بيرستاو وحسين الشحات لعيبه كتير جدا زي ما حضرتك بتقول تم تطوير ادائهم مع مستر كولر. محمد هاني بالظبط كان مستواه بعيد جدا، ومع ذلك قدر ان هو يعني يعيده الى المستوى. مظبوط. وهذا يحسب ايضا لمحمد هاني ان هو استجاب وقدر يرجع، وطبعا مع ثبات مستويات بقى علي معلول، عندك ياسر ابراهيم رجع بشكل قوي جدا طبعا، بالاضافه لوجود محمد عبد المنعم. يعني حقيقه كل المقومات، عدم وجود مهاجم اللي هو راس الحربه الصريح، ومع ذلك برضه قدر يتغلب على هذه النقطه. ما حضرتك حق طبعا. فهو بالتاكيد موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي، لم يكن يعني في الحسبان. يعني طبعا في شغل معمول من جانب مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وجهاز كره القدم، لكن الحقيقه فاق النتيجه فاقت كل التوقعات. يعني كان ممكن تكسب 2 3، لكن على المستوى المحلي قدرت تستعيد الدرع على مستوى دوري ابطال افريقيا نفس الشيء، فبقيت انت بطل مصر وافريقيا كالمعتاد، اضافه الى الفوز طبعا بالسوبر المحلي 2 وكاس مصر القديمه، وباذن الله باذن الله في الطريق ان شاء الله تكون كاس مصر الجديده باذن الله. طيب ده هيوديني معاك لفكره ان مستر كولر دايما بيتكلم عن فكره الراحه السلبيه او فترات الراحه السلبيه وضغط المباريات الكبير، وبيدافع عن اللعيبه دايما. هل رايك ان اتحاد الكوره والرابطه مسؤولين عن المسابقات عندهم خطه لتفادي المازق الكبير ده باستحام الاجنده الدوليه والمحليه في الموسم القادم؟ ده 100%. احنا بقالنا يعني كام سنه دلوقتي بنتكلم على من قبل الكورونا حوالي 4 سنين يعني تلاحم المواسم بشكل غير طبيعي، وده برضو على فكرة من الأمور اللي يجب الإشارة إليها. يعني أنا عايز أقول إن الانطلاقة الحقيقية لفريق الكرة هذا الموسم كانت مع نهاية الموسم اللي فات. لو تتذكر كان في قرار للكابتن محمود الخطيب، قرار مهم جدا بأنه هو يعني ياخد قرار بانه الموسم انتهى خلاص قبل نهايته، لانه كان خلاص عمليا الموسم انتهى، وتم اعطاء اللاعبين راحه
من هي دي الراحه السلبيه اللي حصل عليها لعيبه الاهلي الحقيقيه الفتره اللي هو الكابتن محمود الخطيب اداهم الاجازه وكملوا بالصف الثاني او بقطاع النشئين. وهي دي القرار الحقيقه اللي ممكن يكون له تاثير كبير جدا ان تبدا الموسم الحالي بدايه زي ما بيقولوا كده على نظيف. اللعيبه المراهقه تعبت جدا فكان لابد من اراحتهم. ويمكن احنا دايما كنا بنتكلم حتى في البيت الكبير مع كابتن اسلام الشاطر في قصه انه اللعيبه اللي خدت الراحه ورجعت بهذه القوه تعتبر صفقات جديده للنادي الاهلي. يعني اضافه لانه اللاعب محتاج يا عبد الرحمن ان هو يبتعد عن كره القدم فتره. انا عندي ثلاث اسماء فعلا حسيت بفرق بسبب الراحه ده. يعني لو حضرتك تفتكر اداء عمرو السوليه قبل الراحه وبعد، اداء حمدي فتحي قبل الراحه وبعد، واداء حسين الشحات تحديدا، الثلاثه دول كانوا منهكين من المواسم السابقه. فحضرتك طبعا بتتكلم في نقطه ضروري جدا ان احنا نسلط الضوء عليها. مستر كولر يمكن بعد الهزيمه الوحيده في الدوري من بيراميد اشار الى هذه النقطه، قال انا ما اقدرش الوم لعيبه او لعيبتي على انهم بيلعبوا في هذه الاجواء وهذا الارهاق الشديد، ياخدوا البطولات ولو خسر ماتش مش هقدر اقول له حاجه، لان وضع طبيعي جدا انه هو مرهق وان اللاعب احيانا، وده واقع على فكره كل الناس اللي عارفه كره قدم، انه اللاعب ساعات بيوصل لمرحله انه مش عاوز يشوف الكوره اصلا، يعني محتاج يبعد تماما، يطلع بقى البحر يقعد. راحه سلبيه، راحه بدون تمرين، يعني على الاقل يبقى في اسابيع التمرين اللي هو بتاع الاستشفاء اللي هو الريكفري الجري بس بتاع. ايوه هو ده كمان التجديد، تجديد النشاط وتجديد الرغبات والدوافع، كل هذه الامور مهمه جدا. حتى يعني هي اللي بتدي، هي اللي بتبان تاثيراتها على اداء اللعيبه. يعني انت لما بتلاقي في لعيبه كبار جدا، يعني احنا جينا لاحظنا فتره عمرو السوليه مثلا بيلعب وبيأدي لكن تحس ان هو مثقل، يعني شايل حمل وتعبان مش قادر يعني. فطبعا ده كله اعتقد انه لابد من اتحاد الكوره يعني يحط نهايه لهذا الامر ويضع جداول محترمه ويضع فترات الراحه المناسبه اللي هي لازمه لاستشفاء اللاعبين والريكفري بتاعهم. ده مهم جدا، واتمنى ان رابطه الانديه تنجح في هذا الامر. بالاضافه الشيء اللي دايما النادي الاهلي بياكد عليه وهو التحكيم، يعني حتى الاهلي في عز ما هو واخد هذه البطولات المحليه لاحظنا في الفتره الاخيره كذا رساله موجهه من النادي الاهلي الى اتحاد الكره بالاهتمام برفع مستوى التحكيم. احنا مش بناخد التحكيم شماعه لاي اخفاقات، لكن احنا دايما حتى في عز النجاح النادي الاهلي بيلفت نظر اتحاد الكره الى ان التحكيم احد العناصر المهمه جدا جدا. طب استاذ جمال هنا هسالك سؤال صغير في جزئيه التحكيم دي، هل لاحظت فرق بين رئيس لجنه الحكام البرتغالي الجديد اللي موجود في الوقت الحالي وبين كلاتنبرج السابق قبل كده اللي كان موجود؟ وهل صلاح فارق ولا ما ضافش للحكام حاجه لحد دلوقتي؟ لا طبعا نقدر نقول ان هو لسه ما قدمش كل حاجه، و يعني هو نفسه بيريرا اللي هو البرتغالي قال ما تحاسبنيش غير مع بدايه الموسم. فاحنا نتمنى ان هو يضع او ياخد كل اجراءاته الشغل اللي هو عاوز يعمله كله في فترة الراحة القادمة، لأنه إحنا مستنيين موسم قادم صعب جدا، والتحكيم ممكن يبقى عنصر يا إما إيجابي في صالح الكرة المصرية يا إما يكون سلبي فيؤثر سلبا على الموسم وعلى الفرق ويظلم ويوقع الظلم بناس وحاجات زي كده. ده كله لابد من مراعاته، انما ما زلنا بننتظر ان بيريرا يضع بصمته، لان طبعا كلاتنبرج يمكن ما حصلش على فرصته الكامله بفضل ضغوط من بعض الانديه عليه، وهو اضطر
ان هو يرحل لان هو مش قادر يواجه، مش لاقي الحمايه كمان في اتحاد الكوره، يعني مش لاقي الحمايه من اتحاد الكوره، فنرجو ان اتحاد الكوره يوفر الحمايه الكامله لبيريرا ويساعده على عمل ما يريده، لان انت مش متعاقد مع مدير فني لاتحاد الحكام اجنبي بالاف الدولارات عشان يبقى نفس المستوى موجود. طيب هسالك سؤال، طب بخصوص احنا بنكمل في جزئيه الحكام، هل تتوقع ان فيريرا يقدر يغير الكرو بتاعه او التشكيل الجهاز المعاون ليه في لجنه الحكام في الفتره دي، ولا هيعتمد على نفس الاسماء اللي موجوده اللي مرشحها له اتحاد الكوره؟ لان احنا انا رد الفعل بالنسبه لي كمشجع ان انا ما شفتش الموسم اللي فات اي بصمه. هو الحقيقه دلوقتي نقدر نقول ان الفتره اللي قضاها فيريرا فتره تجريبيه، وهو شاف الناس اللي المعاونين له وتعامل معاهم وعرف مين كويس ومين يعني ممكن يستمر ومين يجب ان يختفي. يعني احنا مش هنقول اسماء، لكن يفترض في المعاونين للخبير الاجنبي انهم يكونوا على درجه كبيره جدا من الموضوعيه والكفاءه، فلابد من طبعا اتحاد الكره ممكن يساعده في هذا لان هو ممكن يكون اكثر معرفه بالخبرات اللي موجوده، لكن برضه بيريرا اكيد جرب الشخصيات اللي هو اتعامل معاها، فاذا راى فيهم مساعدين جيدين له يعني عندهم موضوعيه وعندهم كفاءه يعني يقدروا يعني عندهم يقدروا يعملوا له النصيحه المفيده او يتخلص منهم ويضم اخرين. طيب بننتظر ان ده يتم يعني في اسرع وقت. طبعا في نقطة مهمة جدا، اتحاد الكورة لم يدفع مستحقات الحكام حتى الوقت الحالي، مفيش ما خدوش بقية مستحقاتهم، مستحقات الموسم اللي فات من الجولة ال 14 لحد النهاردة ما دفعتش، هل دي تبقى أول مشكلة لخبير أجنبي جاي المفروض يطور والمفروض يبقى متخصص في الأمور الفنية فقط، هل هيقابله المشكلة دي في بداية الموسم ده إن هو يبقى عايز يخش في قصص المستحقات والكلام ده، وهل كده اتحاد الكورة ما بيساعدش الراجل؟ ما أنا لما ما أديش الناس مستحقاتها ما أنا كده الراجل ده بقول له أنت جاي تتخانق مش جاي تحل وتبقى بتشتغل في أمور فنية يعني. ده الموضوع مش محتاج خبير أجنبي، ده محتاج قرار من مجلس اداره اتحاد الكره نفسه، لازم يبقى عارف كويس قوي ان الحكم لما بياخد مستحقاته يعني بالبلدي كده بيبقى مستريح نفسيا، عينه مليانه، الدنيا ماشيه مظبوط، وطبعا ده مش هيحصل غير لما الانديه اللي ما بتدفعش المستحقات بتاع اتحاد الكوره تدفع. يعني النادي الاهلي هو النادي يمكن الاهلي هو الاهلي هو الوحيد اللي هو عليه زيرو متاخرات. الانديه الاخرى اللي ما بتدفعش فعامله ازمه ماليه في اتحاد الكوره، يجب من اليوم انهم يكونوا دفعوا كل حاجه، ويجب بعد كده ان الحكام ما يعني ما يبقاش متاخر لهم اقصى حاجه مثلا جوله واحده في الدوري. استاذ جمال ده من الدوري ده من الجوله ال 14 ما قضوش حاجه في الموسم اللي فات. دي كارثه، دي كارثه في حد ذاتها، يعني ما اعتقدش ان ده موجود في اي مكان في الدنيا. مستحيل طبعا ده في مصر بس. لابد من القضاء على هذه الظاهره، وهي على فكره ممكن تبقى مشكله كبيره جدا مش لبيريرا كخبير اجنبي بس، اي حد هيبقى مسؤول عن لجنه الحكام لما يبقى عنده حكام ما بيقبضوش مستحقاتهم. مش يعني انت بتكلم ناس، وانت برضه لازم تكلم الناس في حدود منطق وعقل. واحد ما بيقبضش من المكان فهيطور نفسه ازاي؟ لا والشغف اللي عنده، انا راجل دلوقتي بشتغل بدون مقابل، انا ما كده ما فين الشغف؟ فين فين المؤثر اللي هيخليني اشتغل؟ العامل اللي يخليني انا عايز اطور من نفسي واجتهد؟ ده انا وصلت معايا مره ان انا قلت وجهه نظر، وده نقلا على فكره عن حكام، اللي هي ايه؟ الحكم اللي بيطلع يروح المباراه مثلا في برج العرب بيسافر يوم المباراه، اللعيبه بتوع الفرقتين بايتين هناك من قبلها بيوم على الاقل. يعني يا جماعه حرام ان الراجل، هفترض ان الراجل ده رايح بالقطر او رايح بعربيته وتعطلت في السكه،
اقعد ادور عليه ولا اقعد اعمل، وهو لا يلام لان هو انت ما اديتوش حتى بدلاته بتاعت بدل السفر بدل الانتقال كده. فانا اقتراح يعني بعض الناس اخذوا الاقتراح ده بهزار شويه، يعني قال لك يعني ليه هم حقوق. طب ما انت بتجيب الحكام الاجانب وبتبيتهم يومين ثلاثه اربعه في اوتيل محترم، طب ايه المانع ان انت تعمل ده؟ مش هقول لك يومين ولا ثلاثه، بس على الاقل ليله المباراه يبقى الراجل بايت على الاقل في المدينه بتاعت الماتش نفسها، مدينه المباراه نفسها. لان انا بسمع الشكوى دي على فكره من حكام كتير بيبقوا مكلفين باداره مباريات وبيتبهدلوا، واحنا حكامنا معظمهم من مناطق مختلفه من بره القاهره كمان واغلب المباريات الكبيره في القاهره، فانت بتلوم على الحكم وهو جاي عامل مجهود السفر وممكن ما يكونش نايم كويس. يعني لازم الامور دي كلها يتم مراعاتها عشان بعد كده لما تحاسب الحكم على اخطائه يبقى انت مش بتظلمه، يبقى انت بقى انت وفرت له كل حاجه الاول، بعد كده اذا غلط لا اتبعوا يعني بالبلد كده، يعني انتقدوا وحملوا مسؤوليه ووقع عليه عقوبات حتى لو كانت عقوبات داخليه في اللجنه يعني. فده نقطه مهمه جدا جدا هذا الكلام الخاص بالعنصر التحكيمي يعني طبعا مع حضرتك كل حق في كل كلمه اتقالت فعلا يعني. ربنا يخليك، الله يخليك يا رحمن. انا بكلمك والله من واقع يعني ممارسه ومن واقع كمان شكاوى الناس، يعني احنا دي امور واضحه يا استاذ جمال، ده امر واضح جدا، الحكم ما بياخدش حقه، ده لا يلام، لا يلام تماما وما تقدرش تلوم عليه في اي حاجه. طبعا حضرتك معاك كل الحق يعني. هو هيقول لك انت سايبني لا باخد فلوسي ولا بروح لمكان المباراه بشكل محترم، فطبعا هتتوقع منه ايه يعني؟ صح، لازم يبقى في اخطاء بالجمله يعني. مظبوط كلام حضرتك. خلاص نرجو يعني. اتفضل يا استاذ جمال، اتفضل. لا اتفضل حضرتك. اتفضل. لا لو في حاجه ثانيه على منظومه التحكيم عايز تقولها اتفضل. انا كنت لا ما فيش، لا هو كده، ده لو اتعمل ده يبقى كويس قوي. نتمنى ذلك يعني، نتمنى ان يكون في امل اصلا يعملوا معسكر حتى قبل بدايه الموسم، نتمنى لازم. ذلك يعني لازم، ده امر حتى كان روتيني قبل كده. طبعا. طب هاخد حضرتك خلاص نخلص كلامنا عن جزئيه التحكيم دي، الاهلي خلص الدوري وهيلعب الداخليه في كاس مصر يوم الاحد اللي جاي، شايف المباراه دي ازاي؟ خلاص بقى المفروض ان احنا بنكمل الموسم اللي فات يعني. لا كمان نقطه مهمه جدا، انت خلصت الموسم وجربت اللعيبه اللي انت عايز تجربها، لا انت داخل دلوقتي بقى مباراه الداخليه بطوله جديده. يعني اقصد ايه؟ اللي كان ممكن نجربه بعد ما حسمنا الدوري وابتدينا ندي فرص لبعض اللاعبين للتعرف على مستواهم، لا انت داخل دلوقتي على مباراه بطوله جديده وبطوله من الموسم اللي احنا خلصناه، فانت عايز تكمل الموسم ده موسم ذهبي، عايز تكمله يعني للاخر. واحنا محتاجينها. انت عايز تاخد ان شاء الله هذه البطوله يعني. عايز تاخد هذه البطوله، وبالتالي هي مباراه مهمه جدا جدا، وما تفرقش هي في الدور الكام، لان الكاس الغلطه بفوره. مظبوط، ونظام خروج المغلوب ده دايما بيبقى اصعب من الدوري يعني. وانا بثق برضو في لعيبه النادي الاهلي جميعا، كلهم على قدر المسؤوليه، بثق في الجهاز الفني وبقياده مارسيل كولر اللي حقيقه يعني اصبح ايقونه للانتصارات في فريق الكوره في النادي الاهلي، واعتقد ان هو يستحق هذا، راجل بسيط وبيشتغل ويعني مش يعني بالبلدي كده، مش عايش الدور، هو بيشتغل وراجل عملي. واضح من اول يوم ليه الحقيقه يعني. بالظبط يعني من اول ما جه. طيب نتمنى الفوز ان شاء الله. ان شاء الله يكون توفيق حلفنا ان شاء الله ونفوز بالبطوله. ان شاء الله دي. طيب باذن الله. هختم معاك بالسؤال اللي جاي ده، توقعاتك لدوري الموسم القادم وشكل المنافسه فيه،
وخصوصا ان بقى في انديه الدوري المره دي فيه اضافتين جداد، يعني سيبك من نادي المحله كمان ان هو نادي جماهيري وده لا كان عادي ان هو يبقى موجود في الدوري، لكن نادي زد ونادي الجونه انديه استثمار رياضي في الاخر بالظبط، هتدعم كتير، والانديه دي موجوده في الدوري من الموسم اللي فات في امثله كتير ليها دلوقتي، سواء سيراميكا كليوباترا او فيوتشر او بيراميدز من قبل كده، في دلوقتي مجموعه كبيره والبنك الاهلي وانديه كتير دلوقتي بتصرف على فرقها كويس قوي. شايف المنافسه ازاي في الموسم اللي جاي ده؟ انا بشوف ان المنافسه كل مدى بتتصعب، يعني بتدخل عناصر فرق جديدة بيتصرف عليها كويس جدا من ناحية المادية، زي ما قلت كده زد والجونة وعندك بيراميد وفيوتشر، يعني أنا بعتقد إن بيراميد دلوقتي هو يعتبر أقرب من المنافسة مع الأهلي. طبعا أقرب المنافسين مظبوط بلا شك، فريق جامد جدا وبيدعم وبيشتغلوا بطريقة علمية، بيجيبوا نوعيات محترفين قوية طبعاً. حتى تدعيماتهم المحلية قوية مظبوط طبعا، وفيوتشر نفس المشكلة أو نفس الحكاية، وأيضا ديد هيبقى له تطلعات جامدة جدا مظبوط. فأنا بقول إنه النادي الأهلي رغم كل هذه المنافسة القوية المدعومة بالأموال، النادي الأهلي قادر، ويعني نقدر نقول إن هو برضه هيفضل هو البطل بإذن الله للتبع إن شاء الله، لأن النادي الأهلي الوحيد تقريبا ما شاء الله يعني نمسك الخشب اللي هو جماهيري ولكن ممول بشكل جيد بفضل اسمه وعلامته التجاريه الكبيره. مظبوط. يعني النادي الاهلي القيمه التسويقيه والقيمه التجاريه للنادي الاهلي بتزيد طبعاً كمان مع الوقت كل شويه. النادي الاهلي علامه تجاريه تجذب اكبر الرعاه، وده رد على بعض الناس اللي بيقولوا ايه؟ ما تدونا زي الاهلي وتفرجوا. الموضوع مش بالبساطه دي طبعا يعني. الموضوع مش بالبساطه ولا بالمثاليه دي. طبعا النادي الاهلي فرض وجوده باسمه وبتاريخه وببطولاته. مظبوط. ان شاء الله يكون الاهلي قادر بـ 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 بكل كفاءه على هذه المنافسه القويه، واحنا شفنا يمكن الموسم ده فارق كام؟ فارق كتير عن الفرق حتى الفرق المدعومه يعني ماليا، انما فارق جدا في المستوى وفي الترتيب وفي عدد النقاط. يبقى اذا هي منظومه برضو، هي الفكره كلها ايه؟ منظومه في النادي الاهلي كل الانديه بتشيد. هو المنظومه ده سيستم محطوط من سنين كتير جدا وبيتطور مع الزمن كمان للاحسن. لا وال طبعا حضرتك معاك حق. كل المنافسين عبد الرحمن بيشيدوا طبعا منظومه النادي الاهلي الا ما رحم ربي. مظبوط كلام حضرتك جدا. اللي هو ما بيحبكش، لكن الاغلبيه حتى الانديه اللي انت بتكتبهم وهم نفسهم يبقوا زيك ونفسهم يعملوا لا، واللي ما بيشوفش حاجه زي دي يبقى مش شايف فعلا يعني. طبعا، لكن ده على فكره برضه يعني هو فعلا كلام حضرتك صح جدا، وانا استمتعت بالمداخله مع حضرتك جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، وانا سعيد بوجودي معاك طبعا. انا بسعد دايما بوجود حضرتك معايا والله. يا رب يخليك يا عبد الرحمن. مكالمة أو مداخلة موفقة جدا، وكان فيها قيمة كبيرة جدا من كلام حضرتك، وحقيقي أنا استمتعت وبستمتع دايما بوجود حضرتك معايا. شكرا أستاذ جمال الزهيري، مداخلة كانت مهمة جدا وفيها كلام مهم جدا وفيها حاجات من الناس محتاجة تسمعها، مش الناس المشاهدين يعني، لا اتحاد الكورة محتاج يسمع كلام عن الحكام، المنظومة محتاجة تسمع كلام عن ازاي النادي الأهلي تسويقيا والقيمة التجارية بتاعته أو علامته التجارية دي مش حاجة سهلة انك تطلب فلوس زيه أو ان انت تطلب رعاة زيه، لأن القاعدة الجماهيرية الكبيرة بتاعت النادي الأهلي هي القاعدة الأولى في الوطن العربي وأفريقيا ومن أكبر القاعدات في العالم، فبالتالي انت موضوع الرعايه والكلام ده كله مش سهل ان حد يتكلم ان هو ادونا زي النادي الاهلي زي ما كان بيقول استاذ جمال، لا مش سهل ان انت تاخد زي النادي الاهلي، النادي الاهلي ما وصلش ده في يوم وليله يعني، وما وصلش ده بالبساطه دي يعني. هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم عشان نتواصل ونكمل باقي حلقتنا في 7 دايز فور، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل باقي حلقتنا. الاهلي هو بطل الدوري ال 43 بس كده؟ لا، هو موسم ذهبي في كل حاجه، لكن كمان المره ال 43 دي كان فيها ارقام مميزه جدا على مدار الموسم للاهلي.
هقول لكم ابرز الارقام دي، تعالوا نشوفها مع بعض بقى. الاهلي الاكثر تسجيلا للاهداف 63 هدف، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ايضا استقبل 13 هدف فقط. الاهلي الاكثر تحقيقا للانتصارات ب 25 فوز، وبعديه بيراميدز ب 22 فوز، ثم الزمالك ب 17 فوز. الاهلي ايضا هو اقل خساره، اقل خساره في الدوري، يليه بعد كده طبعا هزيمه واحده للاهلي طبعا معروفه، وبعد كده بيراميدز بخمس هزايم، وفيوتشر ست هزايم، والزمالك والمصري والمقاولون ثمان هزايم. طيب في الالفيه الجديده فاز الاهلي بلقب الدوري بهزيمه واحده بس، دي اربع مرات، موسم 2009 2010 و2010 2011 و2019 2020 و2022 2023. طبعا الموسم ده موسم استثنائي في حاجات كتير جدا، بصرف النظر عن خمس بطولات من خمس بطولات، ولسه ان شاء الله الكاس هناخده باذن الله، باذن الله يعني ربنا يوفق وناخده، بس مش عارفين هيخلص الموسم ده ولا الموسم اللي جاي. احنا ما بقى لنا موسمين الكاس بتاع الموسم الجديد بيتلعب، والكاس القديم لسه ما خلصش، ولسه يعني ومعنا السوبر الافريقي كمان لسه، ودوري السوبر كمان ان شاء الله لسه، والسوبر الجديد مش عارف وضعه ايه لسه، ما احنا لسه ما خلصناش الكاس، فمش عارفين لسه الوضع رايح فين على فين. في شويه حاجات كده انا ما ينفعش اتكلم فيها بشكل مباشر، لان انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش احنا هنلعب السوبر امتى، والكاس لسه ما خلصش، فحاجات كتير قوي كده ما نقدرش نتكلم فيها بشكل مباشر يعني. لكن موسم استثنائي، ارقام استثنائيه، وان شاء الله لسه هنكمل بقى بقايا الموسم اللي فات وخلص دوت، ان الدوري بتاعه انتهى، ما نعرفش بقيه الموسم هيخلص امتى. نروح بقى لواحد اصبح من اساطير النادي الاهلي، علي معلول، واحد من اللاعبين اللي تحب تتكلم عنهم، تحب تشوفهم في الملعب، لاعب من زمن اللعيبه الكبار كده، عارف انت تحس انه مولود في النادي الاهلي، او لو اتكلمت مثلا عن روحه والاصرار والتالق والمهارات والاخلاق هتقول كلام كتير جدا. علي معلول، علي معلول مش مجرد محترف نجح في الاهلي وخلاص، لا، علي معلول اصبح جزء من شخصيه الجيل الحالي من اللاعبين. لاعب قائد بطبعه، وهو واحد من كباتن الاهلي بالفعل يعني. الاسبوع ده احنا بنحتفل بمرور سبع سنين على انضمام علي معلول لصفوف النادي الاهلي، سبع سنين من الانجازات والنجاحات العظيمه جدا لواحد من افضل اللاعبين المحترفين في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبه، وبالارقام كمان يعني، مش بس في تاريخ النادي الاهلي، ده في تاريخ الدوري المصري عموما ما جاش محترف حقق اللي حققه علي معلول. حكايه علي معلول مع النادي الاهلي من اجمل حكايات كره القدم، جمهور النادي الاهلي بيحب علي معلول جدا، لان جمهور الاهلي بيقدر اللاعب المحترم والراجل في الملعب اللي عارف قيمه النادي الاهلي، اللي بيلعب وهو حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه فعلا يعني. تعالوا مع بعض نروح نشوف تقرير عن سبع سنين لعلي معلول في النادي الاهلي، ونرجع نكمل حلقتنا. يعني الحقيقه لاعب اصبح جزء كبير من تاريخ النادي الاهلي، وفي لعيبه كده ما تعديش مرور الكرام يعني، فلافي واحد منهم، جيلبرتو واحد منهم، لكن علي معلول اظن ليه حاله خاصه مع جمهور النادي الاهلي دلوقتي، خصوصا في وجود السوشيال ميديا. لا، علي معلول لعيب ليه بصمه كبيره في حاجات كتير كمان غير الملعب، اخلاصه مع النادي الاهلي، تفانيه في الماتشات، رجولته حتى ضد الانديه التونسيه اللي لعب فيها، فلا هو لاعب استثنائي في كل المقاييس يعني. تعالوا بقى نروح لاخبارنا المحليه. كابتن علاء عبد العال المدير الفني الكبير واللي حقق معجزه ببقاء الداخليه في الدوري الممتاز الموسم الماضي، اتفق بشكل نهائي مع نادي الجونه على تولي مسؤوليه الفريق في الدوري الممتاز. طبعا كابتن علاء عبد العال فاجئ بقى نادي الداخليه بطلب مش غريب، وهو مختلف يعني، اعفائه من مباراه الاهلي اللي هتكون يوم الاحد اللي جاي في كاس مصر، بعد ارتباطه طبعا بعقد مع نادي الجونه. نادي الجونه صعد للدوري الممتاز الموسم ده بعد انتصاره وتصدره لمجموعته، مجموعه الصعيد طبعا. هنا الخبر ده عندي بس تعليق، انا اقدر الوم كابتن علاء عبد العال، ولا اقدر الوم نادي الداخليه ولا نادي الجونه، ما انا مش عارف الموسم خلص ولا لا، واصلا مواعيد الموسم هي اللي ملخبطه يعني. انا لو انا برضو بتعاقد مع لاعب دلوقتي محلي، هو هيلعب ماتش الكاس اللي جاي ده مع انه نادي دي، ما هو الموسم خلص ولا ما خلصش، حاجات غريبه كده ما بتحصلش غير عندنا يعني. فانا مواعيد الموسم دي المسؤول عنها مش اللاعب ولا النادي ولا المدرب، انا ما اقدرش الوم على حد فيهم، المسؤول عنها اتحاد الكوره طبعا يعني. فهو بالتالي الراجل ان هو يسيب الداخليه هو مش شيء غلط، لانه عايز يبدا الموسم مع الجونه، ممكن يبقى الجونه كمان هيبدا فتره اعداد ولا حاجه، ما احنا ما نعرفش، هي تركيبه غريبه. انا برضو انا لو اعرف يا جماعه اقول لكم، بس انا ما اعرفش الموسم خلص ولا لا يعني. نروح بعد كده بقى لاسناد لجنه حكام الاتحاد العربي لكره القدم الى طاقم حكام مصري لاداره المباراه الاولانيه بين نادي السد القطري والوداد المغربي للبطوله العربيه طبعا يعني، في افتتاح البطوله العربيه المقامه بنظام دوري المجموعات طبعا، بنظام اللي هو مجموعات يعني في السعوديه. وجاء طاقم التحكيم كالتالي، طبعا المباراه الساعه 4 يعني ان شاء الله. محمود البنا حكم الساحه، هو طبعا لسه المباراه شغاله، وطلب يحيى جبران، وخلصت 0-0 الشوط الاولاني تقريبا، مش كده يا جماعه؟
تقريبا الشوط الاولاني خلص 0-0. الكابتن محمود البنا حكم ساحه، ومعاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه مساعدان، والتونسي صادق السالمي حكم رابع، ومحمود عاشور لتقنيه الفيديو، معاه ايمن اسماعيل مساعد حكم الفيديو. طبعا كل التوفيق لحكامنا المصريين في البطوله العربيه، هم جم في صافره الافتتاح اهو، ربنا معاهم ان شاء الله. طيب نروح بقى بعد كده الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي، وده حق مشروع لميكالي، عايز يعمل مباراه وديه، فدخلت لهم ازمه جديده كده في خوض المباريات الوديه خلال الفتره اللي هي التوقف الدولي من 4 ل 12 سبتمبر المقبله. بص احنا بنتكلم في فتره قريبه جدا، فرق شهر يعني. ميكالي عايز يخوض المباريات دي مباريات وديه مع منتخبات اسيويه، لكن في مشكله، التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم سن 23 سنه في اسيا، في كاس اسيا يعني، بتقام في نفس اللحظه، في نفس الوقت اللي هو عايز يبقى يعمل فيه ماتشات وديه فتره التوقف الدولي دي. طيب وعشان تعمل مباراه وديه مع نادي او مع عفوا منتخب من منتخبات امريكا الجنوبيه، امر شديد الصعوبه لبعد المسافه طبعا، وهو رفض فكره ان احنا نعمل مباراه وديه مع فرق افريقيه طبعا، لان هو واجه كل الفرق الافريقيه تقريبا في تصفيات البطوله الافريقيه وفي الفرق الافريقيه، فالريدي المدرسه بتاعت افريقيا دي هو درسها بالكامل. الاقرب ان انت هتخوض مباراه وديه مع منتخب اوروبي، لكن مازال المنتخب لم يتفق او يستقر على عرض او يتوصل حتى الاتفاق مع اي من المنتخبات بهذا الشان. انا تقديري الوحيد للموقف ان اتحاد الكره لسه مش لاقي منتخب يلعبه، لان الراجل وده حقه الشرعي بيطلب قبل فتره اهوت ان انا عايز العب منتخب اسيوي، او انا لعبت المنتخبات الافريقيه كلها وخلاص، انا هلعب اولمبيات مش هلعب مع منتخبات افريقيه، ممكن ما اقابلش منتخب افريقي اصلا، فبالتالي لا انا عايز العب مع مدارس ثانيه، مدارس اسيويه، مدارس اوروبيه. دي مهمه اتحاد الكره انه يوفر برنامج اعداد محترم حسب طلب المدير الفني قبل المشاركه في الاولمبياد. يعني ما ينفعش انت تيجي في فتره توقف دولي بدون ما يستعد منتخب مصر الاولمبي بمباراه وديه قويه يحددها الجهاز الفني. يعني ازاي اتحاد الكوره هيواجه المشكله دي؟ نشوف مع بعض بقى، لان احنا ما نعرفش برضو اتحاد الكوره هيقرر. لو هتلعب منتخب اوروبي المفروض تتفق معاه من دلوقتي على الاقل. يعني نروح بقى لخبر جميل ورائع عن العظيم دلوقتي، لعيب عظيم، لان هو اول لاعب لمنتخب السلاح يحصل على الميداليه الذهبيه وميداليه كمان برونزيه عالميه. نجح زياد السيسي لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف في كتاب التاريخ جديد، ودون اسمه باحرف من نور الحقيقه يعني في سجلات اللعبه على المستوى المحلي والقاري والعالمي، بعد ما اصبح اول لاعب مصري يتوج بميداليه في بطوله العالم على الصعيد الفردي عقب فوزه بالميداليه البرونزيه في النسخه المقامه حاليا بمدينه ميلانو الايطالي خلال الفتره من 22 ولحد يوم 31 يوليو الجاري. ودي بتعتبر هي الميداليه الاولى لمصر في منافسات الفردي، والاولى لمصر في جميع المنافسات تقريبا. اخر ميداليه كانت سنه 1951 في سلاح الشيش بمدينه ستوكهولم السويديه. وكما ان اول لاعب عربي وافريقي يصل لنصف نهائي بعد التونسي انس بو بكري، فهو عمل انجاز كبير جدا يعني، وحصل يعني انت بتتكلم في ميداليه مش سهل الحصول عليها. سلاح الشيش دي لعبه مصر كانت بعيد شويه عنها، لكن الراجل ده استثنائي طبعا، وحقق حاجه مفاجاه للعالم كله، ومصر بتطلع ابطال كتير، وده العادي المفروض بتاعنا يعني، ان مصر تطلع ابطال كبير، وان انت تبقى بتشارك مش مشاركه لمجرد التشريف المشرف وخلاص، لا لازم ندعم المواهب ونتشرف بيهم ونتشرف بالارقام اللي هم حققوها يعني. طبعا مراته برضو لعيبه الاسكواش، لعيبه منتخب مصر، هنئته نوران جوهر لعيبه منتخب مصر الاسكواش، هنت زوجها زياد السيسي بعد تتويجه بالميداليه البرونزيه لبطوله العالم للسلاح، وعملت بوست كده يعني على حسابها الرسمي على الانستجرام بصورته وصورتها، وقالت بالظبط الاحلام تتحقق، الحصول على ميداليه برونزيه في بطوله العالم، وقالت يا له من يوم، يا لها من روح قتاليه. يعني ببساطه بتصنع التاريخ. انت الست فخوره بجوزها طبعا، وهي لعيبه سكواش كتيره يعني. تعالوا بقى نروح للخبر اللي يعني صادم شويه يعني، نكمل مع زياد السيسي. نروح بقى لرئيس الاتحاد المصري عبد المنعم حسين، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، اللي اعرب عن سعادته بالميداليه البرونزيه اللي احرزها زياد السيسي في منافسه السلاح ببطوله العالم للمبارزه، وقال الحسيني: لقد استطعنا تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، وحصدنا العديد من الميداليات في بطولات العالم للناشئين، وسيطرنا على التصنيف الدولي للناشئين. كمان تحسين التصنيف للاعبين الكبار ده شيء مهم جدا. وتابع قال:
كان ينقصنا فقط ميدالية بطولة العالم لتكتمل مجهوداتنا وتكون بمثابة مؤشر كبير لنقل دور الألعاب قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس طبعا يعني. وأضاف الحسيني هذه الميدالية لن تكون الأخيرة، وانتظروا منا المزيد من الإنجازات، وانتظروا منا في أولمبياد باريس 2022. طبعا هو وعد ل 2022 في فرنسا، ده هدف حقيقي ليهم يعني، فربنا معاهم وربنا مع كل أبطالنا. واحنا عندنا ابطال كتير قوي وعندنا امكانيات كبيره قوي، محتاجين بس ان احنا ندعم الناس دي ونقف في ظهرهم ونقف وراهم، لان انت كل شويه تشوف بطل في لعبه جديده. قبل كده شفنا بسنت حميده، قبل كده شفنا ميار الشريف، قبل كده في اسماء في العاب صعب جدا ان حد يتوج فيها، والالعاب الفرديه بتتكلف تكاليفها كبيره جدا سواء في التدريب او في النظام بتاع المعيشه بتاع اللاعب ده، في لعيبه بتحتاج مصاريف كتير جدا يعني. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى في فقراتنا في 7 داي سبورت، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم عشان نروح بقى لاخبارنا العالميه، والاخبار العالميه دلوقتي كلها بتتاخد من السعوديه. نادي الاتفاق السعودي بيعلن رسميا اليوم الخميس تعاقده مع قائد ليفربول السابق الانجليزي جوردن هندرسون، ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي على تويتر فيديو ترحيب لهندرسون، وقال وقائد هندرسون ليفربول لتحقيق لقب الدوري الانجليزي. طبعا هو قائد ليفربول لتحقيق الدوري الانجليزي سنه 2020 لاول مره منذ 30 عام، وساهم بشكل كبير جدا في تتويج الريدز ايضا بدوري ابطال افريقيا سنه 2019، وزامل ودوري ابطال اوروبا عفوا، وهو طبعا يعني زامل ستيفن جيرارد وزامل، وهو كمان لعب مع ستيفن جيرارد ورايح له، وزامل النجم المصري الكبير محمد صلاح. فيعني نادي الاتفاق عامل صفقتين من ليفربول دلوقتي، ستيفن جيرارد وطبعا قائد ليفربول هندرسون، فبالتالي هو هنشوف نسخه من ليفربول بس بشكل مختلف في السعوديه يعني. طيب نروح بقى للنهارده يوم الخميس، أقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الأسيوية للدورين الأول والثاني، حيث هتقام النسخة. طبعا احنا عارفين نسخة كأس العالم اللي جاية دي استثنائية، وأول مرة تبقى بالشكل اللي هو 64 منتخب، اللي هي تبقى في أمريكا وكندا والمكسيك، والنسخة دي التصفيات بتاعتها هتبقى مختلفة. تعتبر القرعة دي من ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، يعني هم بيعملوا قرعة لكأس آسيا مع كأس العالم. الكاس اسيا طبعا هتبقى في السعوديه، اقيمت طبعا ذلك في مقر الاتحاد الاسيوي بالعاصمه الماليزيه كوالالمبور، وكان الاتحاد الاسيوي اجرى تعديلات على نظام التصفيات، وطبعا تمتلك قاره اسيا 8 مقاعد ونص في نهائيات كاس العالم، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركه في كاس العالم طبعا زي ما قلت لحضراتكم ل 48 منتخب. القارات كلها هيبقى عندها المشكله بتاعت ان انت اللي جاي ده اول مره بالشكل ده، واول مره يبقى فيه عدد منتخبات كبير من كل قاره زي ما حضراتكم شايفين معانا اهو. دي مباريات الدور الاول في تصفيات كاس العالم، المنظر اللي معانا على الشاشه ده هنشوفها مع بعض اهو على الشاشه، افغانستان ومنغوليا. طبعا في منتخبات احنا ما بنشوفهاش لا في كاس العالم ولا في بطوله اسيا، مالديف وبنجلاديش، سنغافوره وغام، اليمن وسريلانكا، مينيمار وماكاو، كمبوديا وباكستان، منتخبات ما بنشوفهاش يعني غير في المنافسات اللي هي في الاول خالص، ولازم يبقى كاس العالم 100 فريق عشان حد من دول يخش. زي ما حضراتكم شايفين اهو بقيه الجدول، الصين وتيابي، الصين تيابي وتيمور ريبست، بص زي ما حضراتكم شايفين الموضوع. دي بقى المجموعات الدور الثاني في التصفيات، يعني دي الجدول اللي معانا الجديد ده، دي المجموعات، المجموعه الاولى والثانيه والثالثه اهو، ده الدور الثاني في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم، واللي هيبقى منها برضو ايضا المؤهله لتصفيات لبطوله اسيا. فبالتالي هي نظام مختلف السنه دي وليه شكل مختلف، وهيبقى كل القارات على فكره بنشوف لاول مره حاجات فيها، لان المقاعد زادت في كاس العالم بعد زياده عدد المنتخبات، فبالتالي انتوا قدام فرصه ان احنا نشوف عدد مباريات اكبر، وهنشوف فرق لاول مره بتشوفها في التصفيات يعني، فاهم؟ انت برضو مش متابع كل الفرق دي، كل قاره فيها الفرق المشهوره اللي بتروح منها كاس العالم. عندنا سوريا فيها هيكتور كوبر، وقطر فيها كيروش، في مدربين من المدربين اللي عدوا علينا في مصر كتير في قاره اسيا المره دي. اعتقد التصفيات ده هتبقى قويه جدا يعني، وفي منتخبات مجهزه يعني، في منتخبات مجهزه بنيه تحتيه لمنتخباتها من اول منتخبات الناشئين والكلام ده كله. طبعا القرعه دي مختلفه زي ما قلت لحضراتكم، خلال عام 2024 هيتم تقسيم المجموعات وكل الكلام ده كله، وهنشوف بقى قرعه لكاس العالم اللي جاي بشكل مختلف تماما. هيتاهل اول فريقين من كل مجموعه لكاس العالم مباشره لكاس العالم،
مش بقى زي الفتره اللي فاتت دي نقعد نلعب في ماتشات تانية وبتاع. وعلى فكره في افريقيا برضه هيبقى فيه بشكل مختلف زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا القرعه اللي فاتت، وقرعه منتخب مصر برضه موجوده، منتخبات في المتناول، وهيبقى صعب ان منتخب مصر ما يتاهلش كاس العالم بعدد 9 منتخبات متاهلين من افريقيا، صعبه جدا دي. فبالتالي نتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه في اسيا كلها، ونتمنى التوفيق ايضا في المنتخبات العربيه اللي عندها فرص قويه. احنا المره دي عندنا فرص قويه جدا لمنتخبات عربيه كتير في كاس العالم اللي جاي، نتمنى ان احنا نستغل ده. تصريح بقى عجبني جدا يا جماعه، ورئيس نادي يونيون برلين الالماني اعلم تفهمه لوجهه نظر اللاعبين اللي بيروحوا للدوري السعودي لكره القدم. قال ايه بقى الراجل ده بقى؟ قال لك وانتقد سلوك، بصوا خلي بالك، هو انتقد سلوك اوروبا تجاه الشرق الاوسط، يعني انتقد السلوك اللي طالع من الاوروبيين تجاه الشرق الاوسط. إيه هو كان في معسكر في النمسا على هامش معسكر اعداد يونيون برلين ده في النمسا، قال بقى المناطق تتطور بشكل مختلف وكذلك الرياضه. هذا التمجيد الاخلاقي لاوروبا على باقي العالم يثير اعصابي، واكد ده، خلي بالكم يا جماعه تصريح مهم جدا، تصريح خطير يعني. اكد بقى قال ايه؟ لن ادين اي شخص اخلاقيا لانه ذهب الى مكان يحصل فيه او من خلاله على قدر كبير من المال له ولعائلته. تصريح واضح جدا يعني. والراجل ده فعلا قال حاجه هتثير الجدل جدا في اوروبا، لان الناس كلها كانت بتبص لاوروبا على انها حاجه مختلفه عن بقيه العالم، واللي بيروح يلعب هناك ده ما حصلش. دلوقتي السعوديه قدرت تجذب اللعيبه العالميين كلهم من اول كريستيانو رونالدو اللي فتح الباب ده. خلي بالكم برضو دي قيمه كريستيانو رونالدو، فتح باب. لما كريستيانو رونالدو يروح السعوديه لعيبه اوروبا كلها بقت عادي انها تروح السعوديه، وده حصل فعلا يعني. دي القيمه التسويقيه للاعب، وهو تريد مارك، هو مش مجرد لاعب سي ار 7 يعني، هو تريد مارك فعلا، كريستيانو رونالدو ده تريد مارك. فبالتالي الراجل ده وهو في النمسا قال تصريح خطير جدا. نظره اوروبا للشرق الاوسط تختلف دلوقتي، ان انت يبقى واحد هياخد فلوس كويسه ويعيش حياه كويسه في الوطن العربي، ده يعني شيء مختلف دلوقتي خالص. نروح بقى للخبر الاخير، خبر حزين شويه يعني، ويعني نعى الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الامارات اخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد ال نهيان ممثل حاكم ابو ظبي، والذي وفاته المنيه في الساعه الاولى من فجر اليوم. واعلن ديوان الرئاسه الاماراتي الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في الدوله لمده 3 ايام اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهايه بعد غد السبت. وتوفى الشيخ سعيد بن زايد ال نهيان بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وكان يعشق الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم في سنة 2001-2002، وتولى الشيخ سعيد رئاسة نادي الوحدة الإماراتي عام 1990 بتكلفة من شقيقه المغفور له خليفة بن زايد رئيس النادي الأسبق. يعني بنعزي دولة الإمارات، أشقائنا كلنا في الإمارات، وبنعدي عشاق كرة القدم في الإمارات، راجل له قيمة كبيرة جدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الرياضي. يعني كل العزاء للمغفور له، وألهم أهله الصبر والسلوان. وده كان آخر خبر معانا في حلقة النهاردة من 7 Day Sport. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من 7 Day Sport، والحلقة الجاية إن شاء الله يكون الأهلي كسب لقاء الكاس اللي إن شاء الله هيبقى الأسبوع القادم يوم الأحد مع الداخلية اللي بقى الساعة 7. خلاص احنا عرفنا الميعاد دلوقتي وعرفنا الاستاد، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الف خير. وفي الختام خير سلام.